عم انت في ايه؟ بص الفانوس بتاعي اللي انا جايبه؟ ما انت سارقه. بس يا اسكت يا عم، فانوس واقف فراغ. عم فانوس ايه؟ ما انت سارق الفانوس. بتلعب معاك بالفانوس المعفن ده؟ اروح العب مع سوسو. ولا سوسو. ماشي اخوك يا معفن. ماشي عم فانوس. ايوه حبيبي. والنبي عم فانوس ما تديني فانوس. طب انت معاك فلوس؟ لا. امشي الغور يا. طب بالزق ليه طيب؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ حبيبي مال بتاعت ليه؟ انا عايز فانوس يا عم، عايز فانوس جديد. بص الفانوس يا حبيبي. انت عايز فانوس ليه يا حبيبي؟ انت كبير يا ابني، هتلعب بالفانوس ليه يا عم؟ هلعب اقول حلو يا حق كده يا عم. حلو يا حلو، انت شحطي يا ابني. حلو يا حلو ايه؟ لا يا حبيبي ما تلعبش بفوانيس. لا انا عايز العب بفوانيس يا عم. ماشي. إيه باباك فين يا حبيبي؟ جيب لك فانوس. بابا الله يرحمه مات وسافر السعوديه. يعني بعد ما مات سافر السعوديه؟ اه. طب ماما فين يا حبيبي؟ تجيب لك فانوس. ماما الله يرحمها بابا طلقها امبارح. انت متلخبط في عيلتك يا ابني، انت مش عارف ايه اللي حصل لهم. طب وانت بتشتغل ولا صايع ولا ايه؟ انا بشتغل مع عمو المسحراتي، مات السنه اللي فاتت الله يرحمه. عمو المسحرات اللي كان معدي من شويه؟ اهو مات السنه اللي فاتت. مات يا عيني. ده انت عبيط يالا. ايوه انت عبيط. اه عبيط. وفرحان؟ اه عادي. تعال يا حبيبي. عايز فانوس؟ عايز فانوس والنبي. حاضر حاضر تعال. يلا تعال ما تخافش. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك يا مصطفى فندم؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا مصطفى فندم الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف بس الفانوس ده بكام لو سمحت. الفانوس ده ب 50 قرش بس. 50 قرش؟ انا صراحه معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس الثاني ده بكام والله؟ ده ب 20 قرش. لا انا عايز ابو 50. هات ابو 20 ده وادهوله. لا عايز ابو 50 ماليش ده. ده انت رخم يالا رخم. خلاص هات. بص ابو 20 قول عليه ب 50. ها يعني اضحك عليه خمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب احنا في رمضان. ده انت رخم انت كمان يعني. خد يا حبيبي ابو 20 ده هو ب 50. لا ماليش دعوه ابو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. ايوه هات ابو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز ابو 50. ماشي يلا. نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل. اتفضل يا سيدي الفانوس اهو يا سيدي. اهم حاجه يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي. وابوك مات وامك ماتت وعقدتني في العيشه واللي عايشينها واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني. انا غلطان اللي جبته. هات حرامي يا ابو الياس يا شويش. حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا حرامي. هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا يا نهار ابيض فعلا اللي يمشي ورا العيال. بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 هو ايه؟ الله الله ايه بالكيلو ولا ايه؟ في ايه؟ مصطفى فندي. اهلا وسهلا. ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى فندي. انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش معلش يعني يا عم شغتة، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوسه. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثة ما هتدوق طول الشهر حتة لحمة، قضيها شوربة خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربة الخضار يا معلم،
يا مصطفى فندي إيه؟ مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ اه ليا فلوس عندك يا مصطفى فندي، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ طب معلش اصبر عليا يعني، ان شاء الله حين ميسره. ايه؟ حين ميسره. ما بحبش افلام خالد يوسف. ليه يا عم؟ ده راجل كويس كان بيعيط وقت المتحف عادي يعني. طب هو في راجل يعيط؟ انا عارف يعني، ان شاء الله اول ما يجيلي الفلوس. انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش، حلو. لو اديتني 2 كيلو بطاطس وكيلو كوسه وكيلو ونص بصل وكيلو طماطم وخيار، يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبه 15 قرش. 15 قرش، وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو انا اديتك جنيه يبقى انت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندي. اتفضل. ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني، لازم برضو يعني. أنا عارف والله مصطفى فندي، معلش بس بأصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. أنا أصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. أو النبي احنا في زنقة. ها؟ أيوة ماشي. أيوة. والنبي يا بنشيل بعض يعني. الحمد لله. الحمد لله. ألف شكر. ألف شكر. الحمد لله. شكرا. يا الحمد لله، الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب، الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منورين يا فندية. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا مصطفى فندي؟ ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنه وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبه يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. خدي الفانوس ده، كل سنه وانت طيبه، بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خليه لك يا مصطفى فندي، هو انت كل حاجه هتديها لي؟ خدت بالك انت يا ياض؟ وانت كل حاجه هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. اروح فين يا بنت؟ مش حارمني من حاجه يا حبيب، مشت رجلي يا مصطفى فندي. يا بنت اكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم، وكله مقضيها في البلاط. اهل الحته دول سوقيين جدا. بقول لك ايه؟ هو انت مش هتيجي تطلب ايدي من والدي بقى؟ ان شاء الله اول فلوس هتجيلي هاجي لابوكي اطلب ايدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. انا امتيك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى، كله عايش على البلاط. ده ايه، شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ده محدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل. ايه ايه؟ هما زعلانين مني في حاجة؟ ده حاجة هم يا أخي. يا عم ربنا ما يجيب زعل، أنت برضه حد ينام مع البهايم؟ أمال أنا أنام في ايه؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضه يا معلم. ده حاجة هم، أنا زهقت، كرهت نفسي. يا مصطفى فندي. أهلا أهلا أهلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة. يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعه بندور عليك يعني، وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط بقالك 9 شهور مكسورين، يعني نعمل ايه يعني؟ نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم كلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجه. عنايه ليك. عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انا شهر الشهر اللي هو ده عد ده وشهر واحد والدكتور هو بقى نعمل ايه؟ احنا نقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انتوا ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه؟ ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه يعني ان شاء الله؟ اصبر علي، اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللي امه فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس، هتلم ايه؟ العفش. العفش؟ العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه لما تكتب الترجمه على رجلك تحت يعني. ما
ماشي. وهنحطهم في النص نقد ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقد؟ اه نص نقد. نص نقد. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس؟ يعني اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري، اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس، احنا لازم نبقى في مظهر قوة. هو يصبر عليا غصب عنه لغاية بعد كده اشوف شقة اخد الشقة وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجة. هي فوتوانه يعني؟ اه فوتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره؟ وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصص لي. شفتوره باصص لك وده باصص لك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس يجيب شفتوره، يعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى يا شفتوره، يعني يا شفتوره. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. ايه ده؟ هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتوره. ما تسيبنيش لوحدي. استر علينا. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه ده هديه مني ليك يا ميدو. بتحب فيا يا شفطوره؟ معلش يا معلم يعني ليه؟ عشان عارف انا بحبك يعني وانت ماسك الاعلى. يا ميدو يا ميدو يا ميدو ما تزعلش مني بس دي نرفزه شغل كده. كل يوم تضحك عليا تقول نرفزه شغل. خلاص معلم شفطوره يهني الامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ويتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. ان شاء الله. فين ياد البضاعه؟ البضاعه اهي يا معلم. هات. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. طب حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو البهايم هلو. عامل ايه؟ انت بتشتمني؟ رمضان تشتمك وداني يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ الراجل اللي هناك دوت مش عايز يدفع اجار الشقه وبيشتمك بامك وبابوك وعايز يضربنا كلنا. يا عم انا ما بفهمش كلامك يا عم. طيب الراجل بقى مش عايز يدفع الاجور. يعني مشكلتك مع الراجل ده؟ اه وانا اللي فاكرها مع الامرايا دي. سمع سمع بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول الامرايا دي عليا يعني؟ هيقول عليك انت الامرايا دي؟ ايه بعكسك ولا ايه؟ ايوه. وانا واقف؟ ايوه. يا نهار اسوح يا نهار اسوح، دي القطه كانت عيانه باين ولا ايه؟ تعالالي تعالالي. ايه؟ بص بقى اصبر. بقول لك ايه والنبي اصبر عليا اصبر عليا، اول ما يجي لي الفلوس ان شاء الله اديها لك، لان اي حد هيشوف كده هو يفتكر ان انت حمار ولا ايه؟ ايه؟ لا لكن لازم تصبر شويه. لو انت فاكرني هفع؟ ايه؟ لا ان عشان ايه حضرتك؟ حضرتك لو سمعت كلامي بس ان انا ممكن ايوه ارد لك كل الفلوس اللي انت عايزها ان شاء الله. الكلام ده بقى في العيد واحنا لسه في رمضان. مش فاهم الافيه. تمام انا هخلي الرجاله يفهموك الافيه. ضحكوها رجاله. لا 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 بالراحه 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 بالراحه. يا معلم ورور عايز ايه؟ طلع حبيب مصطفى فندي للدرب. سيبيني انا هتفرج. ها عجبك الافيه ولا لا؟ ده حلو قوي الافيه ده يا معلم. حلو قوي حلو قوي. يلا شيلوه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. معلش معلش يا مصطفى فندم، نروح اجيب لك الاسعاف واجي بسرعه. بسرعه بسرعه، انا عشان فقير كلهم بيفتروا عليا، كل الناس بيضربوني وكل الناس بيبهدلوني. انا لو كان معايا فلوس كانوا خافوا مني، كنت شغلتهم كلهم عندي، لكن عشان فقير ومعيش فلوس. هم معاهم فلوس وانا معايا فانوس. ادعك الفانوس يا مصطفى. ايه
ادعك الفانوس يا مصطفى. ادعك الفانوس؟ ادعك جامد يا مصطفى. اي 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 عظمي عظمي. ادعك بحنية يا مصطفى.